مساء الخير، تحية أولا للأخ كريم، تحية لكل المشاهدين، رمضان مبارك سعيد كل المشاهدين والمشاهدات. فعلا الأخ كريم، هذا موضوع الساعة اللي أصبح المغاربة من طنجة للقويرة وخارج المغرب، داخل المغرب وخارج المغرب، الناس كاينين مجموعة من الانتقادات، ومن بينها خاصة كاين انتقادات قبل الإنتاجات اللي تعرضت بالشهر في هذا الشهر المبارك السعيد اللي هو شهر رمضان الفضيل، وكاين كذلك مجموعة ديال الإنتاجات اللي كانت هي ربما دون مستوى قبل يعني كنعرفوا سواء القنوات المغربية، يعني لا القناة الأولى ولا القناة الثانية، كنشوفوا الإنتاجات ديالها أصبحت إنتاجات رديئة دون مستوى. والغريب في الأمر أن مجموعة ديال الإنتقادات اللي بعد يعني العروض وفنون درامية، لكن ما كاينش شي بلاغ وما كاينش مثلا، وكاين الناس مثلا اللي قاموا بوقفات احتجاجيه، وكذلك بعض الجهات قاموا بوقفات احتجاجيه وكذلك بلاغات وبيانات، ولكن لا حياه لمن تنادي. انا كنشوف القطب العمومي اليوم اللي هو الملك ديال الشعب وولاد الشعب، يعني ديال الشعب بصفه عامه، واللي كيتخلص من مال الشعب، كنشوفوا كاين جهات ربما بين قوسين جهات اللي كتستافد من ديك الاعمال ديالهم، ربما اعمال دون مستوى وكيستافدوا منه لغايه في نفس يعقوب. ان السؤال مطروح، نحن كحقوقيين نسجب وندين ونستنكر كل هذا الاداء اللي كيتقدم لينا، يعني في وقت يعني كتخدم ديك التلفزه وقت الافطار، كذلك هذه المسلسلات او هذه العروض اللي كتقدم فيها مجموعه ديال كلام نبي، كلام يعني مخل بالحياه، كلام دون مستوى لا يليق لهؤلاء، يعني لهاد الممثلين ربما تفرض عليهم. وهنا دائما كنستغربوا ما كتكونش واحد الجهات المسؤوله ولا جهات مثلا اللي هي مسؤوله على هذا القطب العمومي، ربما في الانتاجات ديالهم ما كاينش، ما كيديروش واحد الكونترول ديال داك الشيء اللي غيدوز، ما فهمتش واش داك الشيء غير سلك ودوز، واش حنا محتاجين باقي هذا مقارنه ببعض الدول. انا كنشوف بعض الدول، يعني الدول العربيه اللي كانت ربما مؤخرا ربما ما كانتش كتوصل للمغرب، حتى صبحوا اليوم مجموعه ديال الناس الساكنه او المواطنين المغاربه كيتابعوا قنوات اجنبيه، وكيتخلاو على القنوات العموميه اللي كنخلصوها من مالنا ومال الشعب المغربي. واش كتشوفوا نتوما من جهتكم كحقوقيين، واش هو استهداف الشعب المغربي او استهداف لترسيخ ثقافه معينه في اوساط الشعب المغربي المحافظ؟ تحية الاخ كريم على هذا السؤال. هو كلا الحالتين، يعني الكلام اللي تكلمت عليه هذاك هو اللي كاين، يعني هذا الشيء الواقع اللي كنعيشوه اليوم، اصبحنا كنعيشوه مؤخرا. كان قبل كنتي كتجي واحد ديك المقاليب او ديك الكاميرا الخفيه، يعني واحد 4 سنوات او 5 سنوات كانوا كيجيو، يعني كتحس بانك راك انت كتفطر وكتفرج وربما تضحك. دابا هو بالله عليك، واش هاد الناس ما كيحشموش؟ واش هاد الناس ما عندهمش والديهم؟ واش هاد الناس يعني اللي كيقولوا كلام نبي وماش ما عندهمش ولادهم؟ واش هاد الناس ما مزوجينش؟ واش هاد الممثلات ما مزوجاتش، ما عندهمش اباء ديالهم، ما عندهمش اخوان ديالهم، ما عندهمش عائلتهم؟ كيجيو امام الملا، يعني التلفزه العموميه، وتيتكلموا شي كلام دون المستوى، يعني عيب وعار انك نشوفوا هاد الناس هادو اللي كيقدموا هاد ما فهمتش شنو المقصود منه. بالعكس، راه الناس ما كيضحكوش ليكم، راه الناس كيضحكوا عليكم، راه الناس حتى الكارير ديالكم. انا كنقول كاين مجموعه ديال الممثلين ومجموعه ديال الناس المبدعين اللي مشاركين في هاد العروض اللي كتقدموا انتاجات، انا كنعرف عند مستوى تبارك الله عالي، ولكن ملي كتجيو كيقدموا لينا هاد الشيء، راه كنولوا نشكو، كنقولوا هذا وجه اخر، علاش ما فهمناش شنو السبب، فين بغا يوصلوا؟ النقطه اللي افاضت الكاس، يعني من العيب والعار اننا كتكون يعني الوقت الحاسم، الوقت اللي تكون جالس مع وليداتك، ربما مع والديك، مع خوتك، مع الزوجه ديالك، مع الاباء، مع العائله ديالك، يعني جلسه عائليه في وقت الافطار. دائما المغاربه معروفين وقت الافطار كلشي كيفطر، ماشي بحال مثلا اوقات اخرى، يعني وقت الافطار ديال رمضان تيجيبوا لك يعني واحد العروض عبر انتاجات رديئه،
لا تتشرفوا ولا تشرفوا المغرب ولا المغاربه، ولا تشرف حتى دوك الناس اللي قدموها. بالله عليك كنعرفوا، انا قلت سابقا ان كنعرف يعني مجموعه ديال اللي كنحفوهم ممثلين يعني في هذه الادوار هذه، ربما هما ما راضينش على التقديم هذا، ولكن ربما تفرض عليهم، ربما عندهم حتى هما ظروف خصهم يستغلوا. يعني هذه المسائل اللي كتعلق بتقديم تقديم ديال واحد المنتوج، خصني المغرب نقدمه، نقدمه العائله، هذه عائله مع وليداتها، هذه عائله حنا كنعيشوا هذا الشهر، يعني هذا الشهر ديال التخشوع، شهر ديال الغفران، شهر رمضان، شهر مبارك سعيد، وكيجيبوا لينا شي ممثلين تيتكلموا بشي الفاظ دون مستوى، لا علاقه لها لا بالممثل ولا اش كان فيه، شنو باغي توصل، شنو الرساله؟ ما عندها حتى معنى. كنعرفوا ان المسرح او الفن هو واحد الرساله، يعني الرساله توجه لواحد المجتمع او لمجتمعات معينه من اجل اصلاح او نقد واحد ظاهره او ظواهر، وكذلك كتصلح لنا واحد القضيه من القضايا الاجتماعيه، سواء ثقافيه، سواء رياضيه، سواء اقتصاديه، واحد الرساله كنوجهوها. ولكن هادو ما عندهمش رساله، هادو الرساله اللي عندهم رساله دون مستوى، رساله ما كتشرفش. يعني هاد الناس كيتفلاو على المغاربه، هاد الناس كيتسطاو على المغاربه، هادي كنقولها بواحد المفهوم وربما اختصر، هادي يعني يجيبوا لنا هادشي حامض كما نقولوا يعني الشباب المغربي، هاد المسائل حامضه، هاد التقديم حامض، حشوم وعيب انك تكون جالس مع ولادك وكتشوف هادشي. من طبيعه الحال لان كما قلنا سابقا ان هذا منتوج يجي من واحد القطب عمومي، يعني من المؤسسه عموميه كتخلص من مال الشعب وولاد الشعب، دونك هنا من حقهم يحتجوا، من حقهم ينتقدوا، نقدوا منا، وفعلا كاين مجموعه ديال الانتقادات، انتقادات منا او في المستوى. ولكن باش غادي هما غادي يجيبوا لنا يعني واحد انتاج او منتوج بجوده عاليه ما يجيبوش، علاش؟ ربما ما كاينش ابداع، ما كاينش افكار. هاد الناس كيديروا لنا ربما كوبي كولي ديال بعض الدول، او لا عندهم شي رساله بغي يوصلوها اخرى، ربما ما عرفاش انا وما عرفاش ربما المغاربه، ربما نقدروا نتوصلوا بها مستقبلا، لان هاد الشيء راه كيضر هاد الشيء راه كيأثر على المجتمع المغربي. انا كنعرف المجتمع المغربي عاداته وتقاليده، احترام ديالو، احترام الاباء، احترام الاخوان، احترام العائله، المجتمع محافظ. كيف يعقل انك تجيب لي واحد انتاج رديء لا يشرف المغرب ولا يشرف المغاربه وتقدموا لي؟ وخير دليل الغريب في الامر اننا كنشوفوا بعض الشركات ربما هي المسؤوله على تحديد ديال المشاهدات، تيقول لك ما تشافوش 8 مليون، يعني اشنو اعتمدتوا المغاربه اللي خدموا التلفازه؟ هذا هو السؤال. وانا المغاربه كلهم كيخدموا التلفازه، وانا المغاربه تيخدموا التلفازه، ربما المراه كتكون المدام ولا الوليدات في الدار، تيخدوا يقلبوا لك البرامج ديال شويه، برامج ديال تحسيس، برامج ديروا لينا سيدي برامج، ديروا للمغاربه برامج ديال تحسيس، برامج ديال التوعيه، برامج مؤثره تاثر تخشى على الانسان تردوا الى طريق المستقيم، برامج توعي الشباب، برامج تزيد المشاكل اللي كنعيشوها، المشاكل ديال الفقر، مشاكل ديال الهجره، مشاكل اللي كيعيشها المغرب من طنجه للقويره، مشكل اليوم مابقاوش شكون غيوضح لهم المشكل اللي يعني مجموعه ديال الاشياء اللي هي مثلا كمدونه الاسره والاصلاح ديال الاسره والعائله، يعني امور اللي كتعلق بالمشاكل اللي كنعيشوها يوميا. اعطيو للشعب المغربي شي حاجه اللي تكون هي نعتبرها طبق من ذهب ويصفق عليكم. اما هادو راه كون كانوا ربما اقولها واتحمل مسؤوليتها، كون كانوا هاد الناس كيقدموا هاد الشيء في واحد المسرح ومجموعين غيسيروا عليهم الناس من المطيشه. تحياتي لكم. شكرا جزيلا.